انا بحب ادور واعرف حاجات كتير، بس لما تيجي عند التاريخ دايما بتردد، لان مش عارف هل فعلا الحاجات دي حصلت ولا كل الكلام ده تحويل. ولكن ده ما يمنعش ان فعلا احنا نقدر نتعلم كتير بمعرفة الماضي. وهنا بقى نروح لجملة بتتردد كتير، وانا شايفها مناسبة جدا للموضوع بتاع النهاردة، وهي التاريخ يكتبه المنتصرون. ما تتوقعوش في الفيديو ده ان انا اقعد اتكلم على سياسات الدولة العثمانية وتأثيرها بقى على المنطقة العربية ولا حاجة من الحاجات دي، لان بجد انا شايف الموضوع مش مثير للاهتمام خالص. هتقولوا لي يا محمود الدولة العثمانية فضلت قائمة 623 سنة، ازاي انجاز كبير زي ده في تاريخ البشرية ما يكونش مهم؟ لما تقرأ في الموضوع تعرف الملل اللي انا بتكلم عليه. السلطان العثماني من دول كان لما بيمسك حتة أرض جديدة كان ياخد واحد من الناس اللي حواليه ويقول له شوف كده خد الولاية دي وهتبقى باشا، وبعدين السلطان يروح ينام، والصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء كان بياخد باله من كل الحاجات، والوالي كان بيقفش الفلوس بتاعت الشعب وبيستقنيس في القصر بتاعه. الفكرة بقى ان السلطان ما كانش بيبعت او بيعين الناس دي بشكل عشوائي، لا 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 لا، كان بيوزعه علشان ما يتقتلش. ايوة دي هي الحاجة المثيرة فعلا في الدولة العثمانية. انت لو شفت قائمة السلاطين هتلاحظ ان في حاجة غريبة، وهي فترات الحكم يعني ملهاش مدة معينة. ممكن حد يقعد له 3 شهور زي مصطفى الاول، وممكن حد يقعد له 46 سنة زي سليمان القانوني دايما. وده كان عهد توسيع الدولة العثمانية، وصلت ل 15 مليون كيلو متر مربع. اتفهمين ده قد ايه؟ يعني هي مساحة كبيرة. بس التوسع ده ما كانش حاجة حلوة، لان في تاريخ البشرية كل ما كانت دولة كبيرة جدا بتنكسر. يعني احنا لو رجعنا كام سنة لورا لما كانت الدولة العثمانية لسه صغيرة نوعا ما، هتلاقوا ان كان ليها تأثير اقوى على المناطق التانية. من اهم الحاجات هي السيطرة على تجارة البهارات. ثانية واحدة، بهارات؟ انت قصدك بهارات زي بهارات يعني اللي بيستخدمها في الاكل وكده؟ ايوه بالظبط. طيب يا محمود ليه تجارة البهارات مهمة للدرجة دي؟ انا اميل لك ان تجارة البهارات كانت سبب في تغيير العالم. حاجة انتوا لازم يعني تاخدوا بالكم منها، ان في الوقت ده ما كانش فيه ثلاجات. عارف الموضوع غريب. فمشكلة كبيرة كانت موجودة عند الناس اللي كانوا عايشين في اوروبا، ان ما كانوش بيعرفوا يحافظوا على الاكل بتاعهم، لان يعني لو عندك حتة لحمة كده هو كلها كام يوم وهتعفن. فعلشان كده البهارات كانت مهمة جدا، كانت بتحفظ اللحم وتخليها تستمر مدة طويلة من غير ما تعفن. ومن هنا جت فكرة البسطرمة، قطعة لحم محاطة بخليط من البهارات. جينيس. فالعالم كله كان بيروح عند العرب علشان ياخدوا البهارات، والعرب كانوا بياخدوا البهارات من الهند، المكان المشهور اللي بيطلع منه بهارات زي ما انت عايز. جم العثمانيين بقى وقالوا ايه؟ لا مفيش بهارات، هي كده، يا تدفعوا فلوس محترمة يا تدونا بلدكم، يا اما كده يا اما مفيش اكل. فعملوا ايه بقى الناس اللي كانوا عاوزين يروحوا ياخدوا البهارات؟ حاولوا يروحوا من طريق تاني اطول شوية، وكانوا هينجحوا بس برضو اتقفل عليهم، لحد لما جه واحد كده اسمه ايه كريستوفر كولومبس وقال للحكام انا هعرف اروح الهند. الموضوع بسيط جدا، بدل ما نعدي من هنا خلونا نلف لمؤاخذة من ورا، مش الارض المفروض يعني ان هي كروية، فانا لو اخدت السفينة بتاعتي ومشيت هروح الهند من الناحية التانية. والحكام ردوا عليه وقالوا له هو ايه النوع اللي انت بتشربه بالظبط؟ وفي الاخر خلوه يعمل الفكرة بتاعته لحد لما ابحر، ولكنه ما وصلش للهند زي ما كان فاكر، لا وصل قطعة ارض كبيرة جدا احنا عارفينها دلوقتي باسم الامريكتين، امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية. الراجل كان رايح يجيب شوية بهارات، هوب اكتشف قارتين بالغلط، كل ده علشان الدولة العثمانية قفلت عليه. طبعا احنا هنحاول نتجاهل الحاجات السيئة اللي حصلت زي التعذيب للسكان الاصليين بتوع امريكا، واللي لسه لحد دلوقتي بيسموهم الهنود الحمر علشان الاي كولومبوس كان فاكر ان هو في الهند. وهنتجاهل طبعا القتل بتاع السلاطين العثمانيين اللي كانوا بيعملوه لما واحد كان بيمسك الحكم كان يقتل ايه كل اخواته وبتاعه وقرايبه، ومش بعيد يكون اساسا هو وصل الحكم بالقتل. ولا هنتكلم على الطبعة اللي اتمنع دخولها العالم العربي الوقت متأخر جدا، وده يعني رجعنا سنين كتيرة قوي لورا. لا 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 سيبكم كل الكلام ده، خلونا نتكلم في الحاجات الكيوت. انتوا عارفين ان كلمة شاكوش مش كلمة عربية، بل هي من اصل تركي ولسه بتستخدم لحد النهاردة. واو.